السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة الشيف ليلى جاسترونومي. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الوصفة اللي هي 100% مغربية. كنتمنى ان شاء الله تنال الرضا ديالكم، وهي الحريرة، الشوربة ديال الحريرة المغربية. ان شاء الله غادي نحضروها مع بعضياتنا، وكنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوها. ونخليكم مع المقادير وندوزوا على بركة الله. بالنسبة أول مقادير، عندنا حزمة ديال الكرافس اللي هي مفرومة، عندنا حزمة ديال القزبر كذلك مفروم، عندنا 3 ديال المعالق كبار ديال الطماطم مصبرة، عندي هنايا السمن طبيعة الحال كيبقى حسب الرغبة، عندي نص كاس ديال العدس اللي حنا غسلناه من قبل، عندي نص كاس ديال الشعرية كذلك مويان، عندي هنايا جوج ديال البصلات مفرومين أو لو بصلة كبيرة كذلك مفرومه، عندي هنايا 4 ديال المطيشات اللي انايا درتهم في شويه ديال الماء وسلقتهم من قبل وصفيتهم في الصفاي، عندي هنايا نص كاس ديال زيت المائده، عندي 4 ديال قطع ديال اللحم، وعندي شويه ديال العضومه ديال اللحم بامكاننا نستغناو عليه ماشي ولا بد، ممكن نديرو عوض اللحم، نقدروا نديرو حتى طريفه ديال الدجاج، عندي هنايا كاس ديال العنبه ديال الحمص اللي انا فزكتو من قبل ليله كامله، كذلك عندي شويه ديال القزبر حتى الاخر عاد كنحتاجو ما كنحتاجوش دابا، وفي الاخير كذلك كنحتاج هنايا خليط ديال الماء والطحين الدقيق الابيض، بامكاني ما نحتاجش هاد الكميه كامله اللي انا دايره، اللي هي 3 ديال الكيسان العنبه ديال الدقيق و3 الكيسان ونص ديال الماء اللي انا كنطربهم مع بعضياتهم وكنصفيه في الصفاي باش كنهبط غير السائل اللي هو ما تيكونش فيه كويرات. في الاخير كنشوفو على حسب التقولية ديال الحريره كيفاش غادي نحتاجوها. بالنسبه للعطريه، فاحنا عندنا هنايا الخرقوم عواد، عندي تقريبا 2 معالق صغار ديال الخرقوم، عندي هنايا معلقه ونص ديال سكينجبير، عندي معلقه صغيره ديال الابزار، وطبيعه الحال التوابل كيبقاو حسب الرغبه، عندي الملحه، عندي نص معلقه معمراش ديال القرفه، عندي 2 دامات هنايا ديال الحريره، وعندي الملون كذلك كيبقى حسب الاختيار، بامكاننا نستغنوا عليه ما يمكن لنا ما نديروهش كاع. ندوزو لطريقه التحضير ان شاء الله. اذا هنا في كوكوت او طنجره الضغط اللي حنا شعلنا عليها من قبل بعافيه، غادي نديرو الزيت هو الاول، ونزيدو مع داك البصله اللي حنا كيف ما قلنا من قبل شحرناها، عفوا دوزناها في الميكسور حتى وكان ولات لينا على هذا الشكل مفرومه، كذلك غادي نزيدو المعدنوس والقزبر والكرافس حتى هما، نحركو هادشي مزيان، نخليهم يتشحروا شويه مع بعضياتهم، غادي نزيدو هذاك العدومه ديال اللحم وكذلك قطع ديال اللحم اللي حنا مقطعينها طريفات صغار على هذا الشكل، غادي نزيدو كذلك الحمص، نخلطو مع بعضياتهم، أنا الحمص عندي كنديرو في الكونجيلاتور، يعني وقت ما كنبغي كنجبدو من الكونجيلاتور تيكون ديجا عندي واجد،
غادي نزيدو هادوك الطماط ديال البنه، كذلك نزيدو العطريه كامله. هي الحريره الا بغيتيها تجي بنينه فكتكثري ليها شويه العطريه باش كتجي فيها واحد البنه خاصه. نحرك هادو نبضياتهم بالشكل. هادشي واحد الريحه ملي كتكون كتقلى هاد العناصر ديال الحريره كتجي واحد الريحه زوينه في الدار، كتفكرنا في رمضان. نزيدو الملون، كذلك نزيدو العدس، نخليو هاد العناصر كلها تشحر مع بعضياتها. غادي نزيدو السمن، انا كندير شويه في الاول وكندير عاوتاني شويه حتى كطيب لينا الحريره وندوروها ونساليو، عاد كنزيد عاوتاني واحد نص معلقه في الاخير وكنطفي عليها. فانا غنخلي هاد العناصر كامله هي تشحر مزيان مع بعضياتها ونعاودو نرجعو مع بعضياتنا. اذا هانتوما كيف كتشوفو ملي كتشحر لينا هذيك البصله واللحم مع بعضياتهم مزيان، غادي نزيدو دابا مطيشه اللي حنا طيبنا وطحناها. الطريقه نحركو مزيان، دابا غادي ناخذ هذيك الطماطم المصبره غادي نطلقها في شويه د الماء ونعاود نزيدها على الخليط. هذا هانتوما كيف كتشوفوا ملي طلقتها في هذاك الماء فانا غنزيدها على الخليط هكا. دابا غنزيدو الماء الكافي اللي غادي نطيبو به هذاك الحمص واللحم اللي حنا دايرينو والعدس. فانا غنزيد الماء اللي هو غليان من قبل، تقريبا حتى كنعمرو شويه الكوكوط هكا كيبقى لاروب. فهاد العتناء غادي نخليو هاد المقادير كاملة كطيب. غادي نسد على الكوكوط ديالي ونخلي حتى يطيب اللحم وهذاك الحمص اللي حنا دايرين، وغادي نعاودو نرجعو ان شاء الله باش نكملو الطريقه ديال التحضير. خليكم معايا ما تمشيو فين. هنا كيف ما كتشوفو من بعد ما كطيب لينا هذاك اللحم والحمص والعدس اللي حنا دايرين في الحريره، غادي نزيدو عليها هذيك الكميه ديال الشعريه اللي خلينا قبيله بالطريقه. طبيعي الحال ملي كنزيدو الشعريه كنبقاو نحركو مزيان مزيان باش ما كتعجنش لينا. ودابا غادي نبداو كنزيدو في داك الطحين والماء اللي حنا صايبنا قبيله،
كنزيدو وكنحركو في نفس الوقت باش ما كيتعجنش لينا من التحت، حتى كنوصلو لداك السمكه ديال الحرينه اللي حنا باغيين. الطريقه انا نزيد شويه ديال الماء ونكمل الطحين اللي هو باقي لينا، لانه باقي ما عنديش عامر الكوكوت. طبيعة الحال الماء يكون سخون من قبل، كيف كتشوفوا غادي نكمل داك شويه ديال الطحين اللي وعدنا غير شويه. هانتوما ما كتشوفوش شحال كيبقى لينا، غير شي شويه، يعني كنديرو بحال قلتو جوج كيسان ونص ديال الدقيق مع ثلاثه ديال الكيسان ديال الماء، يعني على حسب التقوليه اللي نتوما باغينها ديال الحريره. دابا غادي نخليو هذاك الشعريه والدقيق اللي حنا زدنا كيطيبوا، وعاد من بعد غادي نضيفوا هذاك المعدنوس ونضيفوا البيض في الاخير، ونشوفوا ندقوا من الملحه ونشوفوا شنو محتاجنا في الاخير كنضيفوا، ونعاودوا نرجعوا مع بعضياتنا. كتشوفوا ها هي الحريره وجدات، فانا غنزيد عليها هذاك المعدنوس. ضروري تحركوها، ضروري ضروري تحركوها من التحت باش ما تلصقش ليكم. دابا غنزيد هذاك المعدنوس اللي خليت قبيله، اوكي نحرك شويه او نزيد نزيدو وحده بوحده. الطريقه هذه اوكي، وغادي نحركوهم شي شويه، نحاولوا ما نحركوهمش بزاف، نحركوهم غير شويه باش كيتهرس لينا داك الصفر ديالو جي شي شويه صافي. وغادي نخليهم يطيبوا واحد شويه، ما كياخذوش وقت كتير، ونعاودوا نرجعوا مع بعضياتنا باش نشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. هذه الحريره ديالنا من بعد ما وجدات، فاحنا كنقدموها مع التمر والشباكيه ومع الترونش ديال الحامض، لانه اكيد كاينين بعض الناس اللي هما كي يبغيو ياكلوها مع الحامض، كيبغيوها تكون حامضه اكثر. فكنتمنى ان شاء الله تكون نالت الرضا ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوها وتشاركوني وتدعموني في القناه ديالي. فكنخلي لكم الراحه، وان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو اخر، وتهلاو لي فراسكم. مع السلامه.